فرحة قدوم العيد تتبدى في الأحياء الشعبية في العاصمة إسلام آباد التي تعرض أسواقها ملابس الأطفال والأساور التقليدية الملونة. ورغم نسبة التضخم التي ارتفعت الشهر الماضي لتصل إلى 8%، تزايد إقبال الباكستانيات على المحلات التجارية، لكن أكثر ما يقلق أغلبهن هو غلاء الأسعار، إذ يرون أن بعض التجار يستغلون الإقبال الكبير على التسوق لرفع أسعار مستلزمات العيد. جئت كغيري للتسوق من أجل العيد، لكني فوجئت بالأسعار الباهظة، وهو ما سيدفعني لتقليص لائحة المشتريات لتشمل فقط الأساور والحلي الاصطناعية، فنحن نريد الاحتفال بالعيد بأي ثمن. وتفضل المتسوقات انتقاء إكسسوارات الزينة التي تميز احتفالات الأعياد في باكستان، خاصة الحلي الاصطناعية والأساور التي بدأ نشاطها التجاري يستقطب باكستانيات يلقين منافسة من لدن التجار. بدأت في مزاولة هذا النشاط قبل عامين، لكن لم تعد الأمور كما كانت في الماضي، والطبقة المتوسطة أصبحت عاجزة عن توفير مقتنيات العيد، ولم تعد الباكستانيات قادرات على شراء ما نعرضه في السوق، وهو ما يسبب لنا خسائر كبيرة. وتشتعل حمى التسوق حتى آخر يوم في رمضان الذي بدأ يمثل عبئاً إضافي للأسر الباكستانية، حيث يتزامن مع بدء عام دراسي جديد. يزداد إقبال الباكستانيين على التسوق في فترة عيد الفطر الذي يمثل للعديد منهم مناسبة لنسيان مشاكلهم اليومية وتقاسم الفرحة مع أقاربهم رغم تداعيات الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر منه باكستان. سعاد رودي، سكاي نيوز عربية، إسلام آباد.